يستقبل اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين لتفقد مستشفى النجيل المركزي الواقع بغرب المحافظة بتكلفة 180 مليون جنيه. ينضم إلينا من محافظة مرسى مطروح موفد أون لايف مينا بشرى لإطلاعنا على المزيد. إليك مينا. مساء الخير الرائي. بالفعل منذ قليل وصل الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة إلى مقر ديوان عام محافظة مطروح، وكان في استقباله اللواء علاء أبو زيد محافظ المطروح، وتحديدا أو بعد قرابة ساعتين في تمام الثانية ظهرا سوف يتم تفقد مستشفى النجيلة العام والتي تقع غرب مدينة مطروح على بعد نحو 70 كيلو مترا من المحافظة. وعملية تطوير المستشفى بتكلفة قدرها نحو 180 مليون جنيها. إذا ألقينا نظرة سريعة عن المستشفى التي تم تطويرها خلال الفترة الماضية، فالمستشفى مقام على مساحة 8000 متر مربع وبها نحو 24 سريرا للإقامة الداخلية وتسعة أسر عناية مركزة وخمس وحدات غسيل كلوي وثماني عيادات خارجية ومراكز للأشعة. بالنسبة للتكلفة الخاصة بالتطوير والبالغة قيمتها 180 مليون جنيها، هناك 90 مليون جنيها خاصة بإقامة نحو 38 سريرا خاص بإقامة العاملين داخل المستشفى، و90 مليون جنيها خاص بالتطوير ورفع كفاءة المستشفى. أيضا سوف يتم توقيع بروتوكول تعاون ما بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة مطروح مع جامعة الإسكندرية، وذلك ليه إفاد والاعتماد على أطباء ودكاترة ومساعدين ومدرسين في جميع التخصصات سوف يتم إفادهم إلى مستشفى النجيلة العام خلال الفترة القادمة. وما يتم اليوم هو عملية تفقد من جانب وزير الصحة ومعه أيضا محافظ مطروح لتفقد عملية التطوير التي تمت داخل المستشفى تمهيدا لما سوف يتم خلال الفترة القادمة من افتتاح المستشفى من جانب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أيضا بالنسبة لمحافظة مطروح فقد شهدت العديد من الأحداث الهامة والمشروعات. يعني زميلي مينا، قبل الحديث عن المشاريع الخاصة في محافظة مطروح، ذكرت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يقوم بافتتاح مستشفى النجيلة العام في محافظة مرسى مطروح تحديدا في غرب المحافظة. هل هناك توقيت محدد لافتتاح المستشفى من قبل سيادة الرئيس؟ نعم رأيي، ربما إذا الموعد الخاص بافتتاح هذه المستشفى رسميا من جانب السيد الرئيس لم يتحدد بعد أو ليس لدينا معلومة خاصة بالتوقيت الزمنية، ولكن ما سوف يتم اليوم هو تفقد لما تم الوصول إليه ووصلت إليها المستشفى من عملية تطوير ورفع كفاءة خاصة بالمستشفى. وهذه عملية التفقد من جانب وزير الصحة ومحافظ مطروح، خاصة وأن هذه المستشفى سوف تخدم العديد من القرى والمناطق والمواطنين غرب مدينة مطروح، خاصة هؤلاء المواطنين كانوا يعانون في حال حدوث أي شيء طارئ أو الاحتياج إلى رعاية طبية يقطعون مسافات طويلة للوصول إلى المستشفى العام داخل مدينة مطروح. فبالتالي هي عملية تسهيل وتوفير الخدمة الطبية، خاصة وأن الجميع يعلم أن محافظة مطروح هي محافظة متراميه الأطراف وبها الكثير من المناطق الصحراوية والتجمعات التي تقع في مناطق نائية. فبالتالي عدد كبير من أبناء المحافظة كانوا يعانون من في حال الرغبة في الحصول على خدمة طبية أو حالة طارئة يقطعون مسافات طويلة للوصول إلى المستشفيات المجهزة داخل المحافظة. فبالتالي تم تطوير هذه المستشفى. وأيضا محافظ مطروح أعلن لنا في لقاء معه أنه سوف يتم أيضا تطوير مستشفى السلوم العام ومستشفى براني خلال الستة أشهر القادمة. شكرا زميلي مينا بشرى من محافظة مرسى مطروح.